السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. أهلا بكم حبايب قلبي في مطبخ فوفا الطويل. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الحلو ده زي ما انتوا شايفينه كده، وصفة مش هتاخد مننا وقت خالص، وهنعملها بمقادير بسيطة جدا ونجربها وإن شاء الله تعجبكم. المقادير بتاعتي عبارة عن إيه؟ ربع نص كوباية من الدقيق العادي، ونص كوباية من الدقيق البسبوسة، ومعلقة صغيرة من البودر، ورشة من الملح، وربع كوباية من السكر، وربع كوباية من الزبدة أو السمنة، وربع كوباية لبن، وكوباية جوز هند. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين المقادير بتاعتنا سهلة جدا. ومعايا طبعا السيرم بتاعنا او الشربات، نص كوباية من السكر، عليها نص كوباية من المية، وعصرة ليمونة. زي ما انتوا شايفين احنا عاملين مقادير بسيطة علشان نجربها الاول ونشوف كده، يا رب تعجبكم. زي ما انتوا شايفين المكونات السائلة بتاعتنا، الزبدة بتاعتي سائلة خالص زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا احط ربع كوباية اللبن. المقادير بسيطة جدا وصغيرة جدا، واحط ربع كوباية السكر زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، واقلبها كويس. انا عاملة بمقادير بسيطة زي ما قلتلكم عشان اجربها الاول واشوف طعمها هيبقى عامل ايه. الصراحة طلعت جميلة جدا. واحط نص كوباية اللي هي الدقيق البسبوسة، واقلب كويس جدا علشان السكر معايا يدوب. وكمان احط نص كوباية الدقيق العادي. قلبت المقادير كويس جدا، وكمان معلقة البودر والملح. طبعا احنا اي دقيق بنحط عليه ذرة ملح كده، حاجة بسيطة يعني. خلاص قلبت المقادير بتاعتي كويس خالص مع بعضها، وابدأ ان انا اضيف بقى كوباية جوز الهند. طبعا اكبر مقدار معايا هو مقدار جوز الهند، عشان كده بتدي للعجينة طعم جميل جدا، والوصفة بتاعتنا بسيطة جدا وجميلة جدا، ومش بتاخد معانا وقت خالص. يعني لو الأولاد عايزين أي حاجة مسكرة في لحظة، جهزي المكونات في ثواني واعمليها، مش بتاخد منك وقت خالص. وطبعا أنا حطيت الشربات بتاعي على البوتاجاز، اللي هو نص كوباية سكر ونص كوباية مية والليمون، وخمس دقايق على البوتاجاز، وأطفي عليه على طول على بال ما أنا أكون خلصت العجينة. زي ما انتوا شايفين كده دهنت، جبت صينية ودهنتها حتة من السمن بسيط كده، وابدأ بقى ان انا اشكل معايا العجينة، اكورها بالطريقة دي. عملت واحدة اعمل معاكم التانية. خلاص اهو اخلص بقى الكمية بتاعتي كده واظبطها، وبعدين ارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين انا خلصت الكمية، هي عملت معايا الصينية دي. طبعا زي ما قلت لكم انا مش عاملة من مكونات كبيرة، حاجات بسيطة خالص. وبعدين ادخلها الفرن على درجة حرارة 180، وطلعتها شايفين شكلها جميل ازاي، ومن جوه من تحت مستوية وجميلة. وهبدأ بقى ان انا ارش الشربات بتاعي عليها واحدة واحدة كده. وطبعا الشربات بتاعي كان بدأ يبرد، مفيش مشكلة حتى لو بارد هو دافي اهو. كل واحدة كده عليها شوية من السيرم بتاعي زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، واحدة واحدة كده اصب عليها حاجة من الشربات. ايوة بالطريقة دي. خلاص نبدأ بقى ان احنا نشيلها ونحطها في الطبق ونقدمها لولادنا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مش بتلزق معانا، وشربة الشربات وطعمها طبعا تحفة. خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت النهاردة. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم، هو فيديو بسيط جدا، بس اتمنى ان شاء الله ان انتوا ما تنسينيش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد بنزله على القناة. وبالف هنا وشفا، والسلام عليكم.